الخير بحلقة جديدة من برنامج Let's Talk مع ديانا عبر صوت بيروت انترناشونال. حدث الارتطام الكبير، فماذا تعد السلطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ هل دورها يقتصر على لملمة الأشلاء؟ الأرجح نعم. فمنذ الرابع من آب الماضي تاريخ انفجار المرفأ، والسلطة لا تتوانى عن لملمة أشلاء ضحاياها. اليوم لم يتغير المشهد، هناك الكثير من اللبنانيين يطالبون بالانتخابات النيابية المبكرة لإعادة تأسيس السلطة، لكن السلطة لا تجرؤ على إجراء هذه الانتخابات، فكيف تجرؤ على إجراء الانتخابات النيابية العامة؟ على هذا المنوال سيبقى الوضع على ما هو عليه من شلل. لا السلطة التشريعية بخير، ولا السلطة التنفيذية بخير، ولا حتى السلطة القضائية بخير، حتى إثبات العكس. ولكن منذ 4 آب 2020، متى يثبت العكس؟ هذا السؤال الكبير نطمح أن يجيبنا عنه نعمة فريم. البداية مع تقرير سريع عن النائب المستقيل نعمة فريم. نعمة فريم نائب سابق بعدما استقال إثر انفجار المرفأ وتداعياته، وكان انتخب في دورة العام 2018 في دائرة كسروان جبيل على لائحة التيار الوطني الحر. ترأس في مجلس النواب قبل الاستقالة اللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، رئيس سابق لجمعية الصناعيين. تولى منصب المؤسسة المارونية للانتشار، وفي عام 2013 أطلق مبادرة لبنان أفضل. بدي رحب فيك سعادة النائب. مساء الخير، خلينا ياكي. نشكرك على مشاركتك معنا. عادة بيكون الضيف جايب معه اثنين لحتى يتحاور مع الشباب اللي هن ضده، بس انت رفضت تجيب معك حدا يحكي عنك، حبيت تحاور مباشرة مع الشباب. مش رفضت، بس انه حبيت هيك يكون انا وياهم تسمع اسئلتهم وتتعرف على هواجسهم. يمكن انت قريب اليوم منهم اكثر، خصوصي لشباب الثورة اكثر من شباب الاحزاب، بما انك طلعت من عباءة الاحزاب. بدي اتعرف على الشباب والصبايا اللي عم يشاركوا بحلقتنا اليوم. بتعرفني عن حالك؟ تفضل. ريان بركات، حزب القوات اللبنانية. اهلا، تفضلي. ميا حداد، مستقلة. ثورة يعني؟ ثورة. تفضل. إلي غنيمة، طيار وطني حر. وداد طالب مع الثورة. أهلا وسهلا فيكم. بدي بلش معك سعادة النائب، قبل ما يبلشوا الشباب يسألوك وتتحاور معهم، أين نحن اليوم بظل هاللقاءات الثلاثة يلي ذكرناها؟ ما في سلطة قضائية ولا تشريعية ولا حتى تنفيذية. يعني نحن مثل ما تفضلت وقلتي، الارتطام الكبير نحن بقلبه هلا. انحلال الدولة يلي بلش من سنين وصل على محل هلأني بلشنا نشوفه، بس الناس يلي عم تراقب من جوا والمحللين والمراقبين الوضع شايفين أنه رايحين على انحلال من 5 سنين، لأنه المنظومة كلها ما عادت منظومة عم تقدر مثل ما بيقولوا self sustainable بالإنجليزي، مش عم تقدر، مش متماسكة بقى مشروعه، مش متماسك، لأنه المشروع السياسي ما عم يعطي إنتاج. وبلا انتاج مشروع الاقتصادي ما في مول الاستقرار. هذا اللي وصلنا له اليوم. يلي بدنا نقوله، انا لإلي كل هاللقات عم بيقولوا خلص في شيء جديد لازم يطلع من هالمأساة. ترقيع ما بقى بدنا، بس نجرب نشوف كيف بدنا نقنع. لتغير، ولكن استقلت بنص الطريق لانه ما بينعمل شيء بلا مشروع اكبر بكثير من انه واحد يترشح على النيابه يتحالف وينزل. أنا لقلي اليوم كتير واضحة العملية، الطريق لحو لبنان الجديد بتمر بتغيير ذهني كتير كبير أعمق بكتير من مشروع انتخابي بس ضيق. الأهم نعرف شو رايحين نعمل من بعد الانتخابات النيابية. وأنا بقلك إذا بدنا نفتح الموضوع هلأ بغمقه، وما بعرف الدي بدنا نحكي هلأ قبل السؤالات، بس الموضوع كتير واسع إلى حد عم نحكي باستمرارية لبنان أو لا، لأنه لبنان الجبل والبحر والماي رح يبقوا، بس الناس بلبنان يمكن ما تبقى. الناس يلي مؤمنة بلبنان معين اوريدي فضل لبنان، يمكن ما تبقى بعد في شوي. وأنا بقلك إذا ما فرجيناهم أنه لبنان يلي هن بحبوه يلي بيشبههم رح يرجع، ما حدا رح يقبل يغير جسمه وجلده وفكره
وينطلق من فرجيون بمشروع متكامل نحو لبنان الجديد، مشروع من الانتخابات النيابية ولكن بعد الانتخابات النيابية القادمة. كيف بدنا نعمل فريق واصل على الانتخابات اخذ موافقة من الشعب يلي عم يصوت له؟ رح ترجع تترشح على الانتخابات، مش بس رح ترشح، رح نعمل مشروع، عم بعمل مشروع اخذ موافقة من الشعب بشمال. نعم، اخذ موافقة من الشعب برأيك؟ انت بتعرفوها من الستاتستيك يعني شو بقول الشعب. بس على كل حال الموافقة الحقيقية هي بالانتخابات، بالتصويت في الصندوق. نحن بدنا نقول لكل مواطن لبناني في انتخابات، ما تفقد الأمل، في انتخابات. أنا بدي أعتبر في انتخابات، لأنه إذا ما اعتبرت في انتخابات كأنه عم أقول أنا ما فيني أعمل شيء. تفضلوا يا عالم شوفوا كيف كون شيلونا كمجتمع. ليش الفرعية بعد ما صارت لليوم؟ ليك الفرعية بعد ما صارت لليوم، أول شيء أنا بكل صراحة نحن بس استقلنا ما كنا متوقعين يكون في فرعية، وطلع معنا حق، لأنه الفرعية يعني عم بيقولوا حالة إنكار بعد أكبر. نحن استقلنا تنقول أنه بهالطريقة ما فينا نكفي، في تغيير بنيوي صريح. صرخة الناس بالشارع قلت لكم أنه لا، المصداقية راحت، ما فينا ناخد قرارات كبيرة بلا مصداقية، بدنا نجدد المصداقية تناخد قرارات كبيرة. المصداقية ما بتتجدد إلا بانتخابات، من هيك نحن وانتخابات مش فرعية، لأنه هول اللي فلوا مثلي وغيري، نحن يمكن أكتر ناس عندنا اليوم بالستاتستيكات عم يبين قديش نحن في عنا علاقات إيجابية مع الناس ومن مفهوم المصداقية. المطلوب تغيير نفس في البلد نحو أولويات جديدة. واضح أنه الأولويات اللي كانت موجودة عند كل السياسيين اللي ثلاث أرباعهم أصحابي، وأنا مثل ما يعني مثل ما كنت عم بسمع قبل من كل واحد من الشباب اللي قدامي عنده أو كان من الثورة أو كان أو هو من الأحزاب، بسأبي الأحزاب الموجودة يعني هني كانوا الثورة قبل. ما تنسوا برأيك التكتل اللي خرجت منه. نعم. اللي هو لبنان القوي، مش هو اللي وصلك للمقعد النيابي؟ لا أبدا أستاذ، هيدي الدراسة العلمية بتبين واحد إقال اثنين. اللي كتير لازم يعرفوا المشاهدين أنه هيدا القانون الانتخاب بده ناس تفهمه مزبوط، وناس مثلي أنا صرت بكل تواضع يعني خبير فيه، لأنه اللي بيأكل قتل غير اللي بيعده، تعرفي. هذا الموضوع كتير مهم واحد يعرفه. الصوت التفضيلي هو أهم مؤشر وبيروح مباشرة على للشخص اللي بدك إياه. تعتبر حالك أكلت قتلي أم من الأشخاص اللي بيعدوا؟ لا، أنا اليوم بعتبر أنه أكلت قتلي من الناحية الإيجابية، يعني أنه فتت على المعترك وعشت من جوا. أنا مش معلق رياضي في هذا الموضوع. بس ليش من بعد ما وصلت خرجت من التيار؟ نعم، أو من تكتل لبنان القوي؟ لأنه وصلنا على مرحلة أنه نحن أنه أنا فتت، أول شيء أنا تحلفت. خلينا نرجع عريار شوي صغيري، لازم تعرفي أنه أنا مش بعيد عن التيار من قبل. يعني عم بحكيك من الثمانينات. ما بعدك لليوم أكيد؟ لا، ما تخرجت. بس الفكرة هي أنه وصلت على مرحلة بالتكتل أنه نحن جايين بمشروع، وبالمشروع أنا تحلفت مع تكتل، ولا أكبر تكتل نيابي كانت متوقع أنه يكون أكثر تكتل نيابي مع رئيس جمهورية جديد، لا يكون في عنا قدرة تنفيذية كتير كبيرة. شخصيا اختبرت بمحور 2-3-4، ما قدرت. نغشيت؟ مش نغشيت، هذا واقع أنه نحن فكرت نقدر نغير، حتى فكرت أنه رح كون أكثر مؤثر على هالمجموعة، وأنا معود على حالي أنه بقدر أثر بإقناع مش أكتر، مش بغير شيء. ما قدرت أثر. تفاجأت بثلاثة أو أربعة معارك تصويت في مجلس النواب بمشاريع أنا عم أشتغل عليهم، ما شفت اللي لازم أشوفه من فريق متكامل. بلشت أشوف أنه لا، هيدي العملية مش ضابطة، إلى حين إجت الثورة. وهوني كنت أنا إذا بدك الفريق القريب بموضوع أنه كيف نتعامل مع هذا الموضوع، وكان رأيي بكل وضوح عم بحكيك بعد يومين من هذا الشيء أنه بينعمل شيء ما أخذ برأيي، وهذا شيء كتير كبير لألي أنا، أنه بهك وضع ما فينا نقول للناس يلي فرجيتونا فرجوكم وفرجونا أنه لا خلص اللعبة خلصت.
يلي كنا عم نحكيها قبل وصلنا عليها. الارتطام بلش وقتها. زملائك بالتكتل ساكتين عن الحق؟ نعم. زملائك بالتكتل؟ لا، انا بعتبر انه هلا اني اول شيء في كثير ناس بفكروا مثلي وعم يحكوا، بس بعدهم ما ظهروا. في ناس ليك اليوم هامش الحركه بالتكتل عم تصير واسعه كثير، اذا عم تسمعي كل واحد شو عم يحكي عم تصير واسعه كثير. انا شخصيا كنت واضح في شيء كان لازم نعمله، كان في كثير اشياء لازم نعملها قبل وما صارت، بس ما خلتني اترك التكتل. اخر شغله كان رايي كثير مخالف عن اللي تخذ، هذا اللي خلاني بكل مصداقيه حافظ على مصداقيتي. نعم. مين حلفائه لنعمه فريم اليوم؟ اول شيء حلفائي كل شخص بيامن انه هاي المنظومه يلي وصلتنا لهون هيدي طريق مع الطبقه السياسيه معينه. مين هاي الطبقه؟ يمكن مشكل ليك ما بدنا، اول شيء كلنا بنعرف مين اليوم بالسلطه في لبنان، 1 2 3 4 5 6 كل واحد منهم بدنا نجي نقول الكل كل ايه الكل. اذا نحن بدنا نجي نقول، اللي ظهر من كم شهر واللي ظهر من سنه واللي شارك بهالحكومه ومش بهيدي، يعني الكل مشارك ليكي ايه. بس بالنهايه هلا بنحكي فيها اذا بدك، قد ما بدي نحكي بهالموضوع، بس تقلكم شغلي كثير مهم نعرف انه الزمن الحليف يلي انا بعتبره حليف لإلي هو كل شخص بده يروح نحو لبنان الجديد بطريقه واضحه المعالم، شو لبنان يعني الجديد؟ ولا حدا. بس سؤال، اذا الثوره اخرجتك من التكتل، ولكن اليوم الثوره مش موجوده بقى على الارض. مش الثوره خرجتني من التكتل، يلي خرجني من التكتل هو صرخه ناس، لانه كلمه ثوره اللي عم تقوليها انت هي الثوره المنظمه، اما صرخه الناس يلي هي ثوره. اليوم الناس وين؟ ما عم تصرخ، قاعده ببيوتها مجروح. اول شيء الناس مش ضروري تصرخ على صوت عالي كثير، تصرخ بكل يوم بطريقه تغيير اذا ما علت صوتها. اول شيء في لحظه حقيقه، مش كل نهار بنصرخ. اذا صرختي من هلا من سنتين على سنه ونص، ما بتجي نهار لحظه المهمه بكون صوتك راح. نحن لحظه الحقيقه انا بقول لك اي متى، يعني في تخطيط هي بالانتخابات النيابيه القادمه. هيدي الصرخه المضبوطه والتنظيم. ليك انا مؤمن انه ما فيك تربح بلا تنظيم، لو عندك اراده قتال. حيالله واحد عنده اراده قتال، اذا ما عنده تنظيم ما بيربح. مثل نحن بشغلنا، انا جاي من عالم، وشي هذا الموضوع بنحكي فيه بعد بده وقت كتير، بس من مطرح ما جاي، لانه كل واحد بيجيب معه اللي من مطرح منه جاي منه وخبرته. انا جاي من مطرح الاحتراف اساسي، ولا بتختفي اذا ما لك محترف. هل صحيح انك تتحضر لانتخابات رئاسيه؟ لا، انتخابات نيابيه ورئاسيه. انا شخصيا عندك طموح توصل للرئاسة؟ انا ما بحياتي كان عندي طموح شخصي بشيء اصلا. من هيك ب 2005 كان لازم اترشح ورفضت، بال 2009 لكل واحد كان عمره، ما بعرف قديش كان عمره بال 2009، اذا بيعرف شو كانت رح تطلع النتائج لو ترشحت بال 2009 بكسروان، لو يسال يعني اللي كانوا اكبر منه بيعرف. بس انا ما بدي شيء لإلي، انا مبسوط بحياتي ومكتفي. بس انا بقول لك ليش فت على النيابه بال 2018، يعني تاخرت كثير. لأنه اعتبرت أنه هالحريقة يلي اسمها انهيار مؤسسات الدولة وانهيار الدولة اللبنانية أمام عيوني، عم رقبها كنت من 7 و8 سنين أنه مش عم تكوع. آخر محاولة كانت أو قبل الآخرة، لأنه الآخرة هلأ إيه، أنه تنجرب نغير. طب أنت رابط استقالتك من النيابة بخروجك من التكتل؟ يعني كان فيك تبقى نائب وتخرج من التكتل؟ لا، ما هودي شغلتين منفصلتين. انا خرجت قبل ما استقلت بشي 8 أشهر سنة. ايه، هو مفصلتين. ليش ما بقيت نائب؟ لانه اعتبرت ان بعد ما شفت انه، بس اول شيء من بعد انفجار بيروت انا صرت مقتنع 100% انه فالج لتعالج، وصار الموضوع خطر، صار الموضوع في مشاركه بالجريمه. بس ما رح ترجع تترشح، ويمكن يرجعوا زيت المنطقة. لا، هون انتبهي، ما نحن عم نقول بمشروع متكامل. الهدف نوصل على 51% من مجلس النواب، نوصل على تغيير منهجي وبنيوي. اذا ما وصلت بترجع تستقيل؟ بنشوف بعدين، بنشوف بوقتها. بس اول شيء بدي اقول لك شغلي، شو المطلوب؟ مزبوط، حط الهدف بالاخر شو. كل واحد لازم يكون عنده فيناليتي بالمشروع تبعه براسه. شو مشروعك الانقاذ؟ انا مشروعي اعاده بناء الدوله العميقه اللبنانيه ومؤسسات الدوله يلي انهارت امام عيوننا من 30 سنه لليوم، يلي حولت المواطن، ما تؤاخذيني، لأوطى مستوى حياة عنده. ونحن عم ندخل كل 6 أشهر عم ننقل من صف لصف، عم نسقط من صف لصف، ووصلنا مرحلة اليوم
انت تفضلتي وقلتي الارتطام الكبير. طيب انت برايك نعم رح تقدروا تامنوا مع اللي عم تنسق معهم وما كشفت عنهم 65 نائب بالانتخابات؟ اول شيء انا مؤمن انه مش ضروري 100% تصالع على 65، ما ضروري تصالع على رقم كتير كبير وتكوني متحيل ويكون في معك بقلب مجلس النواب تتصالع على 65 على النقط المعينة الأساسية، يكون متفق عليهم مثل رؤية واضحة لمستقبل لبنان ومفهوم السياسي. مفهوم في 4-5 مفاهيم إذا ما مش متفقين عليها مع 65 نائب، أنا بعتبر لبنان القادم كتير مغير عن لبنان اللي بنحبه. طيب شو علاقتك بالثوار؟ عم تنسق معه؟ علاقتي كتير بالثوار منيحة، وعلاقتي ليك أول شيء تعرفوا شغلي، أنا حتى بالأحزاب السياسية ما عندي مشكل شخصي أنا وياهم، لأنه أصحابي وأنا قريب منهم كتير. اليوم الثوار هن الصوت الجديد يلي سوا من نروح نحو لبنان الجديد. والثوار المنظمين مش الثوار. برأيك في ثوار مش منظمين؟ اليوم بدنا نقوي أكتر تنظيم هذا 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 السياق، ونحن حد بعد كلنا سوا تروح نحو هذا الطريق. عظيم، بدي بلش معكم شباب وصبايا اللي تشاركونا الحوار. مين عنده سؤال لساعة النائب؟ تفضل. أول شيء أستاذ نعمت، أنا بس بدي أعلق على كلمة ثوار، لأنه حزب القوات اللبنانية هو بصلب هيدي الثورة، وثورتنا ما بلشت من اليوم، ثورتنا بلشت من قبل. بس أرجع لموضوع السلطة، بموضوع السلطة كلنا سوا بنعرف مين هن الأحزاب يلي بالسلطة يلي صاروا 30 سنة. بالنهاية الحزب الحاكم هو الحزب يلي بالسلطة، مش الحزب المعارض أو الحزب يلي عم بيكون عنده مواقف معارضة. وبالتالي أستاذ نعمت حضرتك كنت داخل بصلب هيدي السلطة مع تكتل تابع للتيار الوطني الحر. أستاذ نعمت حضرتك قلت أنك استقلت من المجلس لأنه ما في شيء فينا نعمله من هذا المجلس، ولكن بمرت الجاي كمان يمكن حترجع ترشح الانتخابات حسب ما فهمت. نعم. وسألتك ديانا إذا استقلت وما جبت أكترية حترجع تستقيل؟ قلت لها منشوف. طيب أصوات هود العالم يلي عم يوثقوا بنعمة فريم وعم بيروحوا تيصوتوا لنعمة فريم لأنه عندهم كامل الثقة بنعمة فريم، شو بتقول لهم؟ صوتوا لي تقعد على جنب وارجع أقدم استقالتي مرة تانية؟ طيب اليوم أنتوا استقلتوا، شو عمل نعمة ولا فريم؟ كفة. ما هي مربوطة ببعض. شو عمل نعمة فريم بالوقت يلي هو برات البرلمان؟ يا ريت كنت حدنا يا أستاذ نعمت وصوت معنا على تحقيق بالمرفق مثلا، يا ريت كنت معنا كرمال منع بيع العقارات بعد الانفجار، يا ريت كنت معنا كمان كرمال قانون التعويضات. استاذ نعمت نحن كان بدنا اياك بالمجلس عم بتصوت على القصص يلي بحافظوا على سيادة لبنان. هذا اللي انتم كان بدكم اياه، انا كان بدي عكسكم، انا كان بدي اكزاكتلي تستقيلوا. نحن بدنا نستقيل. خليني خبرك شغلي. اول شيء استقالتنا يكون لها عذر. خليني اقول لك شغلي. انا اول شيء انا كنت مش بكتلي وتستقلت، أنا كنت شخص عم بستقيل. واحد، أنا بعتبر أنه كل شيء صوتوا عليه مع كل محبتي لنيتكم وتقديري عن نيتكم، أنا بعتبر أنه قدرتكم التنفيذية صفر في هذا الموضوع، وهذا الشيء مبرهن بالنتائج اللي وصلنا لها، أنه كل يوم نحن أضرب من اليوم اللي قبله. ما في شيء لإلي أنا بياخذنا على الطريق المضبوطة إلا واحد، انتخابات نيابية جديدة. اثنين، مشروع متكامل اقتصادي اجتماعي سياسي بمحترفين وبنزهين. هودي اثنين أساسية لنرجع نبني دولة لبنان الجديد، وهيدا الشيء ما لح يصير إلا بانتخابات مع مشروع عليهم. الانتخابات لا على حقوق المسيحية ولا على حقوق الإسلام ولا على حقوق الشيعة، على حقوق المواطنين اللبنانيين اللي عم بحكيك عنهم هون. وقد ما واحد يصرخ ويعيط هيك بلا بانفعال، اذا ما راح بمشروع مروس مركز مع احتراف مع ضغط مع 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 التزام ما بيجيب الهدف. وانا بقول لك اكبر اثبات لك لانه اللي عملته انا يلي صوتوا لي عم بيقولوا لي ميرسي كل يوم، هو اليوم اذا بتسال وبتعمل وبتشوف رأي المواطنين اللبنانية وخاصة اللي صوتوا لي بيجيك الجواب. أنا بس استقلت 100 مرة أكتر. أنا استقلت من محل كنت عم شوف أمام عيوني رصيدي ورصيد تاريخ وراي من المصداقية والاستقامة، شفتهم عم يتاكلوا أمام عيوني.
أنا بس صرت شاهد زور رئيس لجنة الاقتصاد والتخطيط وتنهار الاقتصاد بلبنان من بعد ما حولت بمشاريع، بمشروع تصفير العجز ومشروع الاقتصاد إذا سمعتوا فيه لتصفير العجز، أو مشروع هاي البطاقة اللي حكيت عنها فيها قبل، أنه وقفوا الدعم يا جماعة، عم تحرقوا مصريات بدل ما تروحوا بمصريات آخر دولارات بلبنان تاخدوهن هدفين. شو بدك يعني أعمل؟ بعمل جرح قلبية وبموت جوا يعني؟ طيب بس معلي بس شغل صغير استاذ نعمت، نحن مع الاستقالة ونحن بدنا نستقيل مبارح وقبلك وقبل قبلك كمان، بس إذا استقالتنا من المجلس منا فعالة وما بتجيب نتيجة نحن ما بدنا إياها، نحن بدنا هذا المجلس يفرض كرمال روح الانتخابات اللي حضرتك بدك إياها وأنا بدي. أنا بعرف موقفكم وهالمشاريع أو المشاريع اللي أنت عم تطرحهم، هالمشاريع اللي أنت عم تطرحهم واللي نحن عم نطرحهم بعتقد بتلاقوا كذا محل، واثنيناتنا عنا هدف واحد يلي هو لبنان. فكل استقالة ما بتوصلنا لانتخابات نيابية مبكرة هي استقالة عم بتصغر نصاب هذا المجلس وعم تربح السلطة الحاكمة. طيب إلي، لأنك بعدك بتآمن أنه الآليات الدستورية جوا عم تشتغل مزبوط. أنا بس بدي أقول أنا بأمن بالدستور. اليوم الكل عم يحكي بانتخابات نيابية مبكرة، نحن إذا عملنا انتخابات بلا خطة واضحة وإذا كل يوم حزب بالسلطة عم يستقيل ويقول أنا مجتمع مدني وأنا ثورة، وإذا رجعوا إجوا كلهم نفسهم يعني شو منكون عملنا اليوم؟ يعني اليوم لازم شبعنا حكي كتير حلو، وانت انسان كل الناس بيعرفوا انك كوركت. لا مش كوركت، انا ما بحكي انا انت لا انت كوركت بالحياه بشغلك انت انسان كوركت، عندك كريديبيليتي وانت مقدم للبنان صناعه، وصلنا هلا نحن بنعرف لبنان انه ما عنده اكتفاء ذاتي، وصلنا لا شو ماخذك علينا ما اخذي انه اول شيء بدي اشوف انت بتعتبر حالك هلا مجتمع مدني يعني انت اول شيء قلت انه شفت الانحلال ومنك عايزهم لتوصل بس بالقانون كنت حاسبها، ومنك عايز تكتل بس لتوصل، يعني انت كيف امنت فيهم اذا شايف الانحلال؟ يعني مشروعك ما فيك كنت تعمله معهم، وحاليا انت معتبر حالك مجتمع مدني، مع مين رح تترشح وكيف رح تسمعهم كلهم؟ بس سؤال واحد او سؤالين هودي سؤالين فينا نقسمهم سؤالين مزبوط. اول سؤال انا اول سؤال كنا اول شيء انا تاكد لك انه المشروع مش مشروع انه وصل حالي انه زيح تقعد محلك، زيح يا تكتل تقعد محلك، مشروعي ناكل عنب يزبط لبنان. أمام عيوني في رئيس جمهورية جديد، عهد جديد، إذا فايقين وقت بكون ترجعوا أريار، عهد جديد يلي كل الناس كانوا عم بيقولوا هيدي فرصة إيجابية مش سلبية. إمانت فيه يعني شفت الانحلال بس إمانت فيه يعني ما شفت الانحلال، شفت الانحلال أنه هيدا من الجار منغير. أنا من 2011 شفت أنه إمانت أنه اللي أنت معهم حيغيروا أكيد. خليكي بس لحظة معي، بدي تف بس تخلص هالفكرة يوصل لك إياها للآخر. إذا أنت بدي تكوني عملية براغماتيك بتنقي الطريق يلي فيها احتمال توصلك أسرع شيء، يعني في كتلة نيابية فينا نوصل فيها، كتلة 30 نايب مع رئيس جمهورية مع تحالفات وقتها كانت القوات والدنيا وكل الناس بدو يتحالفوا على أساس بهالموضوع. بتجي أنا بعمل ليستة لوحدي بطلع ثلاث نواب وبقعد ما بأثر؟ لا، قلت أنا بالعكس، خاصة أنه مثل ما بيقولوا بالإنجليزي give the benefit of the doubt، أنه اعتبري أنه والله خلينا نشوف. لقلي أنا شفت أنه المشكلة وبس تأكدت أنه ما بينعمل شيء من بعد ثلاثة أو أربع محاولات أخذت الإجراءات الكبيرة اللازمة. هن الأشخاص هن نفسهم من 30 سنة بيهم أو جدهم، يعني إحنا من أنه أوكي البوزيشن جديدة، بس نحن هول الأشخاص هن مستلمين لبنان من 30 سنة لليوم. بعدنا بدنا خطابهم بعدنا بدنا نعطيهم فرصة. يعني عم بحكي على الكل، جميع أحزاب السلطة. أنا بس عندي بعد يعني شغلة بس قبل ما أنسيها، بالنسبة لتحالفاتك الجاية، يعني اليوم في سياسيين معارضين وفي مجتمع مدني، واليوم منعرف أنه أكيد بس نقول كلهم، يعني كلهم أنه نحن بدنا نحاسب اللي مسؤولين بالدولة، يعني الكل
انا بدي نقيهم، هو لازم يكون في قضاء مستقل ونحاسب الجميع. اكيد في اشخاص نزيهين واكيد ما حدا عنده عليهم شيء يعني. طيب شو سؤالي له اليوم؟ سؤالي انه انت برايك رح تقدر تتحالف مع المجتمع المدني كله وتجمعه؟ يعني اليوم بالذوق بالثوره في مره انت جيت وطلبوا منك الثوار انك تفل كمان ما استقبلوك بالثوره واستقلت، يعني اليوم كيف بدك تجمع كل هالعالم؟ اوكي رح جاوبك. اول شيء واذا ما جمعتهم ما حنتقدر على المحدله الفاسده الكبيره. بس انا بدي اقول لك شغله، خلينا نقسم قسمين. المكنه الانتخابيه والمشروع الانتخابي والمشروع بناء الوطن، هودي شغلتين في محلات بيلتقوا، بس هو شغلتين. بالقانون الانتخابي الحالي بقول لك عن جد هذا القانون اسمه one man one vote، بيطلع بكل محل يعني بمجلس النواب كله في 10% اقل حتى شوي من نواب طالعين لانه ليستتهم او جرجرتهم ليستتهم، بس مش اكثر من 10% اقل حتى، بحسب لك يون وحده وحده يعني، والباقي كله هو جايب اصواته التفضيليه وطالع، او حزبه قال لهم روحوا صوتوا لهالمسيو، بس عمليا مكتوب اسمه. من هيك التحالفات الانتخابيه مش كتير ضروريه، المهم التحالفات بالمشروع. نحن بدنا نتفق شو رايحين نعمل جوا. انا بدي اتفق، انا عم بخترع هلا نحن عم انا عم بعمل شخصيا. من هيك عم اقول لك التنظيم اللي بده ينظم بلا ما يكون حدا مشي ركض وقال خيي انا مشيت، يا اللي بحب يمشي اهلا وسهلا، هذا اللي عملته انا. انا بلشت بمين مآمن بهالمشروع؟ نعم يعني مين رح يكون معك بهالمشروع؟ هلا بتشوفي، هلا بتشوفي، احنا يعني رح نطلق بخبريه كبيره. بس اللي بدي اقول لك بس كلمه واحده بس بدي اقول لك اياها، كثير مهم نعرف شو بدنا من بعد الانتخابات، كثير مهم نتفق على شو يعني انتصرنا. انا لإلي اوصال على طابق 20 بالبنايه واطلع متغلبط بالبنايه ما بهمني، انا اللي بهمني اعرف مزبوط شو بدي كيف يعني لبنان الجديد، كيف يعني الدوله المدنيه الحديثه كيف تكون، كيف يعني الامن القومي اللبناني كيف يعني، كيف يعني انه الانتخاب يلي بيأمن لي الهدف. هو في 5-6 مواضيع 8 مواضيع عم نخلصهم هلا، وعلى الاساس انا بدي اجي اقول لك مدام منوزيل منوزيل مية، انت بهذا المحل مشاريع بهموكي، اذا بدك اياهم صوتي معنا، ما بدك اياهم بليز ما تتعذبي. فاذا يعني طلعت مغلبط بالبنايه بانتخابات 2018 جاي اقول له الي صار دوري واخيرا تفضل انا بدي بس اول شيء اعطي ملاحظه صغيره وارجع اسال سؤالين. اول شيء ملاحظه استاذ نعمت، هو القانون الانتخابي ما كان one man one vote، هو قانون الاول شيء الناخب بنقي فيه الليستة بيعبر فيه عن خياره السياسي، بيرجع بنقي فيها بصوت تفضيلي مين بفضل بالليستة. هو مش هيك، هو عمليا مش هيك، بس انت كف بخلص انا لاني بعرف انا من انطوراج اللي حواليك وبعرف من انطوراجنا واصحابنا وهيك انه في كثير ناس بالتيار اخذت خيار نعمت فريم بالانتخابات. نعم بقى هيدي بتتغير بحال اذا كان نعمت فريم مش نازل بليستة التيار. هيدي بس ملاحظة، انه بعرف انه اكيد في عندك قاعده جماهيريه كثير كبيره واكيد انت حدا شاغل شغل شغل كثير منيح بكسر وين، ونحن مشان هيك اكيد تحالفنا معك وكنت انت بالنسبه لنا خيار صائب. بس انا سؤالي لك، نحن اذا بهيدا المشروع اللي كنت فيه اللي هو تكتل نيابي كثير كبير وتكتل وزاري كثير كبير ومعنا رئيس جمهوريه، وبتعرف انت التيار الشعبي اللي كان معنا بهيدي المرحله وعم بتشوف انه ما قدرنا نعمل، هل برايك مع مين رح تقدر تعمل؟ يعني اذا انت مع الثوار حضرتك تحكي ارقام كنت عم تقولها بشوي، انت صديقه لاستاذ ربيع الخبر، بتعرف انت انه اليوم ممكن الخروقات تكون كثير بسيطه من الثوار والمجتمع. بتعرف شو كانوا يقولوا لنا قبل انتخابات 2005 بس كنا عم نحضرها؟ 10 نواب بلبنان بيتقسمون ميشيل عون مع إيميل لحود. شو صار؟ بس ميشيل عون صار شيء اسمه تسونامي. لا صار شيء اسمه تسونامي. صحيح. إذا هذا الوجع كله ما رح يعمل تسونامي ما بقى في لبنان. ما تأخذني. إذا جي دي بي بير كابيتا دخل القوم اللبناني نزل من 15,000 دولار ل 3,000 دولار ما رح يعمل شوك كهرباء يغير كل الخبرية ما تأخذني. بس انا بقول لك تسونامي قبل بشهر ما يبين، بس انا مش عم اقول لك في تسونامي، عم اقول لك وانا عم اقول لك امام الجمهور هلا عم يسمعني، شغلنا كتير كبير
لنوضح الرؤية وتكون صورة واضحة لمبيد مثل ما بقولوا هيك ناصعة عم تلمع. شو بدنا مزبوط؟ في شيء بالإنجليزي بيقول You cannot win if you don't define victory. إذا ما بتوضح النصر تبعك مزبوط ما بتربح. بدنا نعرف شو هو النصر مزبوط تبعنا. بدك توحد الرؤية. إلي أنت كتيار وطني حر بدك تحطيها وتجيب عليها. على الرغم من أنه خرج من تكتل. أنا بالنسبة إلي هو نايب أدائه جيد جدا أكيد كان كنايب. وشخص بالنسبة لنا كان added value لأن زلمة success story بالحياة العملية بقى كان أكيد رح يكون success story بالسياسة. بس أنا بالنسبة لي بنختلف عنه بشغلة، نحن نظرتنا واقعية أكتر للأمور. نحن جربنا بال2005 لما كنا وحدنا قدرنا نعمل شيء. والله أحلى example عم بيعطيه اللي صار بال2005. أنا زلمة من حارة حريك من قضاء عبد علي اللي هو قضاء ميشيل عون، اللي كان ميشيل عون مفروض يعمل فيه انقلاب كتير كبير بال2005. لما صار التحالف الرباعي خسرنا بال2005. ميشيل عون بال2005 بعده مثل ما هو ميشيل عون بال2000. أنا بالنسبة لي ميشيل عون 89 هو زيته ميشيل عون 2005 هو زيته ميشيل عون اليوم ما تغير ولا هو زيته؟ هو زيته اللي بيتغير تغير شوية تحالفات تغير الوضع السياسي تغيرت شوية الأساليب ولكن ميشيل عون ميشيل عون لا مبادئه تغيرت ولا خطته تغيرت. هو زيته ميشيل عون إشاعة زيته من زمان. بس أنا بدي أسألك سؤال ديانا أسأله أستاذ نعمة. أنا رح أعتبر جبته نتيجة عملته انقلاب كتير كبير وجبته نتيجة بده 65 نايب اللي كنت عم تحكي عنه قبل شوي 51% قادرين لحالكم تشكلوا حكومة؟ ما بدكم تقعدوا مع نبيه بري، ما بدكم تقعدوا مع سعد الحريري، ما بدكم تقعدوا مع وليد جملاط، ما بدكم تقعدوا مع كل الاكيب الفاسد تبع اتفاق الطايف على كم سنه نحن؟ لا انا عم بسال سؤال واقع. اعتبر صارت الانتخابات بكره على كم سنه ما اعتبر صارت الانتخابات بكره وجاب 65 نايب لا مع مين بدهم يشكلوا حكومه؟ بس منا فاميلي بزنس اي وزاره هيدا حتى الحزب بيتغير وبكل بلدان العالم الاحزاب هيدي الاحزاب عم ترجع تجيب الاحزاب عندها وجود اليوم وما في مهرب منها وعندها تاريخ جميع الاحزاب اللبنانيه والمشكله مش بالاحزاب والمشكله وعندنا قانون انتخاب ما بيساعد كمان بالعكس قانون انتخاب والمشكلة مش المشكلة بالأشخاص اللي عم بتدير هالأحزاب والمشكلة بالأشخاص اللي عم بتدير هالبلد. اليوم في أشخاص خلص قلنا 30 سنة منشوفه مية بس شو البديل؟ انت ليش ما بديل؟ ليش ما بديل؟ ليش ما بديل؟ ليش ما بديل؟ مين عم بيحكي؟ مين قال أنه جينا العايدة بيمثل الثورة كلها؟ هو منه هون اليوم وحدا بشباب أنا بحكي عن حالي أنا عم بمشي بطريقتكم كلهم يعني كلهم رح اعتبر انتم كمان بدي جاوبني استاذ نعمة قبل الحكم لتقول عنا بليز شباب يعني كلكم اذا لا احنا مش بنحكم استاذ نعمة ديانا انا ما خليتوني اسال سؤال اللي عم بيقول انه ميشيل عون دولته فخامه الرئيس بعده هو ذاته من 2005 لليوم هلا اني ليك اول شيء لي انا بقدر التزامه بس انا بقول لك انه ما في شخص انا مني انا كل يوم عم بتجدد انت كل يوم عم تتجددي الي كل يوم بالسياسه بالسياسه وبكل شيء عم يتجدد الواحد عم بيفكر الراي فخر بالمبادئ بالمبادئ اليوم انا حكيت على المبادئ اليوم, اليوم اكيد غير امبارح غير اول امبارح هذا رايي انا رايي كل يوم شيء بس انا شخصيا انا شخصيا اول شيء اول شيء خليني اخبرك شغلي ما بدي انا اليوم الأسوأ. ما تعودت بحياتي انه هيك اطعن واحد خاصه هالايام عم بيقولوا انه في فشل كتير كبير وكذا انا اللي بدي انا ما بدي قيم هذا الشيء بعدين نسكت ساعه النائب بعد كل شيء انا بدي اقول لك بلا انا بقول لك بالاداء بتشتغلي انا اليوم مش مش انا اليوم مش لا مش خليني خلص لا لا خليني خلص جبران بسي ولا حتى ولا حتى بس ثابت انه هو رئيس الجمهوريه انا خبركم مين بيتحمل بس ثابت هو رئيس الجمهوريه لبنان انا خبرنا يعني من فنان يعني شو على راس البليز سموا لنا مين اللي مسؤول بما انه لا الكويت ولا العونيه ولا حزب مين مسؤول انتوا بالدوله انتوا خبركم تفضل ساعتنا خلينا نسمع بس ردوا لو سمحت بدك خبركم بدك خبركم مين المسؤول لانه كثير حلو شفتي هالصرخه حلوه كثير لانه انا مثلكم كل لحظه كنت فكر يا عمي طب وين الغلط مين المسؤول في مره ما بنساها بمجلس النواب كنا بموافق على الموازنه عم نوافق على الموازنه كان في كل شيء في سياسيين بلبنان كانوا هناك يطلع واحد ورا واحد يحكي عن الفساد وعن الفوضى وعن الفشل صرت اطلع اخر شيء انا يا عمي ما فيش حدا برا كلهم جوا كلهم مين هو الموزع الدني لالي انا صار يعني اخذت وقت معي شفت شو صار اللي صار هو نفس سياسي مضروب بلش بالحرب الاهليه وكان مفروض ينتهي بعد الطائف شو صار فيه رجع تجدد حياته من هيك انتوا قلتوا هن ذاتهم ايه لانه تجدد تمدد للحرب الاهليه رجع وفتنا بمزمن
صارت شو؟ صار السياسي بلبنان تقتضي على الواحد شو بده يحكي، كيف شو بده يحكي بحقوق الطوائف. كل سياسي استحل طائفة وصار يحكي فيها. بعرف بس خليني أخلص لك هالرسمة. وصلت مرحلة صار في تناقض مباشر بين مصلحة المواطن، بين حق المواطن وحق الطائفة. كل واحد بيخترع لك أنا بدي حقوق الطائفة السنية والمارونية وكذا، والمواطن اهترى لك يا خي أنا شو بدي من حقوق، أنا شو بدي من حقوق إذا هريتين للناس. نعمت أنت ضد أي شخص فات بالحرب الأهلية يعمل رئيس؟ أنا ضد كل أي شخص. حلو سؤالك، ما فكرت هالقد. مش ضروري، مش أنه عدم، بس هو ما صار. اليوم نحن اليوم إذا بدك تشوف بشير جميل شو؟ أنا مش عم أقول أنه ضده، من هيك قلت لك أنا مش ضده. أنا ضد أنه من بعد الطائف كان المشروع الدخول إلى الدولة الجديدة اللبنانية. أما شو صار من بعدها؟ رجعت بسبب، إذا بدنا نحكي سياسة كبيرة، بس مين المسؤول؟ بسبب أنه يلي عمل الطائف وكان راعي الطائف يلي هو جورج بوش وجيمس بيكر، جورج بوش الباي، خسر الانتخابات بأمريكا. حليفه بالشرق يلي هو السوري قال له مرسي عذبتك، رجع فتح حسابه ورجعنا مطرح ما كنا. والتفاصيل والباقي التفاصيل. الباقي مثل ما عم بخبركم انتو جيل جديد عرفوا، الباقي التفاصيل. كفينا اللعبة بس وبعدنا لليوم لهون من هيدا السيستم. المشكلة انه هيدا السيستم ما بيستهلك اكثر، بيصرف اكثر ما بينتج. فلس البلد. ما في سيستم، اي سيستم. مين بيتحمل مسؤولية الطائف؟ يعني مش عدم اجراء الانتخابات 88؟ مش عم بحكي انه الطائف غلط، بالعكس الطائف صح. بس ما توفق، ما ترجم، ما تطبق. الطائف ما تطبق. بس انت هتحلل لك استسلمت ولا لقيلي من المسؤول؟ انا بدي اسالك الطائف يوم مثلا نطبق الطائف، منبلش بالطائف من اول صفحه لاخر صفحه. برافو عليك. مش من اخر صفحه لاول صفحه. برافو عليك. خليني اسمع وداد، هذه مبادره البطرك اليوم. خليني اكمل معك بس شغله. اليوم بالطائف وكلنا سوا بنعرف انه ما في ولا اي بيان وزاري ولا اي قانون اقوى من الدستور اللبناني، لانه هيدي قانونيا. نعم. وبالتالي اليوم الطائف بيقول مع تسليم سلاح الميليشيات. نعم. حضرتك استاذ نعمت. نعم. تحلفت مع حزب، نزلت بتكتل مع حزب. نعم. داعم الاول والغطاء الاول لسلاح حزب الله، يعني حضرتك كنت مع الحزب يلي ضد تطبيق اتفاق الطائف علنا. حلو سؤال. حلو. انت كمان عملتوا معهم اتفاق مع رب. انت جبت الرئيس. انت جبت الرئيس. كمان هيك عبالك شوي. عبالك شوي. يدخل بالتفاهم. بدي اقول شغله. جاوبت عندك. تفضلي يا وداد. نحن اللي عملناه مش قد. انتبه. كل يوم بيتحمل مسؤولية أستاذ نعمت. كل لا إذا بتريد كل يوم بيتحمل مسؤولية أستاذ نعمت. ما في حدا ما بيتحمل مسؤولية، من أصغر مواطن لأكبر مواطن بالدولة اللبنانية. بدي أترك المجال لوداد. يا ريان، تحالفنا مع مش تحالفنا، وداد تفضل. اتفاق. لا أنا بس بدي أقول إنه برأيي الطائف هو شيء شكلي كان لاستمرارية هيدا النظام، لاستمرارية نفس الأشخاص. طبق أو ما طبق، هول العالم إجوا عملوا اتفاق بعد الحرب، أنت بتاخد هيدا وأنت بتاخد هيدا، وهي هي كانت. يعني ما صار في شيء، ما صار في شيء تغيير. هو كان المفروض كلهم ينحطوا بالحبس بعد الحرب، مش ينعمل او ينعمل بالطائف، يلبسوا بدلات ويجوا يحكمونا. صار لهم 30 سنه على نفس النهج، على نفس الاخبار. مزبوط. نفس الشعارات. مزبوط. ولا مره شفنا قرار سياسي فعلي او عمل سياسي فعلي او مشروع. شو رايك باستاذ نعمت؟ ما في يعني شغله بيقول عنه، بيحكي عنه، وعمله النيابة كمان بيحكي عنه، بس انه نحن بدنا نشوف شو عالم جديد. بنا ديانا في بس اسألهم سؤال لا ولمية ولا استاذ نعمت. هيك سؤال التاني كان بدك تقدم مين المسؤول لي. بدي اعرف انا شو مشروعكم، اذا انت عم تقول لازم نلتقى ك 51%. طيب انا بدي اعرف شو مشروعكم بموضوع حزب الله، شو مشروعكم بموضوع ترسيم الحدود، شو مشروعكم بموضوع توطين الفلسطينيه، شو مشروعكم بموضوع شكل النظام اللبناني، شو مشروعكم بموضوع التدقيق الجنائي، بموضوع القانون بالحياد وبتزيد عليها بالحياد وبتزيد عليها. انا عندي 50 موضوع. هل ملتقيين عليهم؟ اذا احنا بقلب تكتل، انت عشتها بقلب تكتل، ونواب بنفس التيار وبشغلات معينه ما بنتفق مع بعض، كيف اذا عم نحكي؟ لان اول شيء كلمتك كثير حلوه، من هيك انا تعلمت كثير من هالاختبار، وتعلمت من الاختبارات قبلها. من هيك الاتفاق بده يصير قبل. بس قادرين تتفقوا على هالنقاط؟ اذا انا بقول لك انا هالنقاط رح يكونوا موجودين. انا عامل مشروع طويل عريض رح ينطلق بعد شيء 3 جمعتين أو 3، حد في 50 سؤال وبدنا نجيب 50 جواب قبل الانتخابات النيابيه. انا نعمت فريم مش مستعد بقى
فوت على مجلس النواب بلا مشروع بيوصلني على لبنان الجديد، بدي يكون كاتبه وحافظه ومتفق انا والناس بدي صوت عليه. شو رح تعمله اذا ما صار انتخابات؟ اذا ما صار انتخابات نعمل هالمشروع وبكون هيدا يمكن اول شيء. اذا ما صار انتخابات لانه ما بتعتبر انه هيدا النظام هو لحاله اصلا، يعني شفنا انتخابات تاجلت قبل، ليش لحتى ما يرجع ياجلوها هلا؟ اذا شيء هلا هن اكثر شيء بخطر. بس بدك خبريه شو في هلا هني على الطاوله؟ ايه مش تاجيل انتخابات، تسبيق انتخابات. صح. ولعندنا وهلا هني لعندو انتخابات نيابيه مبكره. ليش؟ لانه اكتشفوا انه كل يوم لا مش لمصلحتهم، يعني كل ما بيتاخروا كل ما عمليا في دوابين على اساس اي قانون الموجود. ما حدا بدق بالقانون. اذا دقيت بالقانون كلمه فاصله فتحت العمليه راحت 150 سنه. بس قالوا انه مفصل على قياس جبران باسيل. مش مزبوط. هلا اني شوف جبران باسيل اليوم يعني الستاتستيك بتقول انه في بالعكس في ضغط عليه كثير. انا بقول لكم هالقانون برايك بيرجع بيطلع بالانتخابات؟ انتم سميتوه نسبه وكذا، بس انا لاني قلت لكم اسالوا مجرب ولا تسالوا حكيم مثل ما بيقولوا. هذا القانون وان مان فوت على 90%. برايك استاذ نعمت بيرجع بيجيب اكبر كتله نيابيه جبران نعم؟ باسيل بالانتخابات المقبله؟ شو بيرجع بيجيب جبران باسيل اكبر كتله نيابيه اذا حصل؟ لا ما هو الكتله النيابيه اللي جابها جبران جبناها سوا، ما كنا شيء 40% بتصور مستقلين و60% شو اسمه كل واحد جاي بزواته معه جاي يعني اصواته. اوكي انت قلت انه جبنا شوي من هون، انا بقول لك اخذت انا ستاتستيك. انا بعرف لان شفت بي. لا بس ما انا بس ما انا شوف دشكر يعني بالنسبه لي لو انت نزلت مع القوات خسر شوق الدكاش. لا بس شوف اكيد بس مش قلت هيك قصه انه تشوف دشكر راح من عندي ناس اليوم انا وقت نزلت مع التيار مزبوط اخذت تمام اكيد في ناس معك بس بيميلوا للقوات اللبنانيه. انا عندي هون انا لانه ما تحالفت مع التيار من الاول، انا تحالفت معهم بفبراير بلشت معركتي بجويه. انا قبل فبراير اخر ستاتستيك كان معي أصوات أكثر من مارس. هلا رجعت من مارس لأنه بس تحالفت راح له شيء كل الشباب يلي هويهم قوات وبحبوني راح. استاذ نعمت مين راح يكون الرابح الأكبر برأيك؟ أنا بتصور طلعت خسران بالآخر إذا أنا كشخص، لأنه أنا فتت كان معي 17,000 صوت تفضيلي. استاذ نعمت مين راح يكون معك ربحان برأيك بالانتخابات المقبلة؟ مين الرابح الأكبر؟ مجتمع المدني مع الثورة أو الأحزاب؟ خلينا نسمي لك. أنا ما بحب استعمل مجتمع مدني وثورة، بحب استمع الأنتي سيستم المعارضة. ليش معارضة؟ لأنه فيها كتير ألوان. هيدي المعارضة اليوم أنا بعتبرها إذا بتجمعيها كلها سوا مع بعضها ستاتستيك هي رح تكون ربح الأكبر؟ إذا كانت متفقة مع بعضها مش بالانتخابات. برجع بقول لك بالانتخابات بتدبر حالها من بعد الانتخابات، لانه انا بعرف مجلس النواب جوا كيف بتصير العمليه. هو التكتل واحد كنا 30 نائب ما كنا نصوتوا مع بعض. بعد ناس كل واحد جاي من محل. اذا قدرنا اجتمعنا على مشروع حتى لو نزلنا كذا لائحه مش مشكله. بس على مشروع انه جوا بمشروع السياسه الدفاع الامن القومي مثلا او السياسه الدفاعيه هيك، بمشروع قانون الانتخابات القادم هيك، في 4-5 جالونات اساسيه للبنان الجديد رح تكون بصفوف المعارضه. اذا اوريدي انا اوكي عم انتوا بتعرفوا شو يعني واحد يكون نائب بس لا اول مره واخر مره بدي اقول على الهواء مش الى حدا. بتعرفوا شو يعني واحد يكون نائب ويتحول من نائب لاكتيفست؟ انه شغله قرار كبير بشخصي بالانسان مش انه كيف ما كان واحد بيعملها. انتوا ما تجربتوا بعد، انتوا ما رحتوا عملتوا النواب وقررتوا بتعرفوا شو خلص بدي ارجع اروح اركض على الطريق انا بلا ما اكون نائب. هيدي شغله مهمه قرار. هيدا بتقولي لي مش بالمعارضه بس هم معارضه كثير هيني. ما هو شبات النائب كمان يكون عم بيركض على الطريق مع العالم مش بس يقعد ايه بس كمان بس ياخذ حلو معك حق بس تاخذ موقف هالقد كبير تستجيب لصرخه الناس ويقولوا لك. وانا بعرف انتم القوات الدش عم بيصرخوا ناسكم انتم خي استقيلوا بالعكس انا بالصلب هالتركيبه ولا حدا عم بيصرخ لا هلا شهر هالشهر لانه قبل كان في فوعه يا استاذ نعمت. مش على طول من الفوعه هي بتكون الصح في دراسات سياسيه وتبين انه نحن معنا حق انه ما كان لازم نستقيل لانه استقاله البعض يلي استقيلوا كانت استقاله ما ادت لا قدمت ولا اخذ بالعكس بلا اخر اذا كل المعارضه استقالوا كان محل المجلس زغرت النصاب واليوم اذا القوات اللبنانيه بتستقيل من المجلس بصير معهم التلتين، بصير هالسلطة مع التلتين، وبالتالي إلا حق تغير القانون اللي بدها إياه، إلا حق تغير بالدستور، إلا حق حتى تغير. يلا إن شاء الله نحن نسهلكم هالموضوع قريباً. قريباً. عندي سؤال. بدي أحكم تستقيله ساعتها بيمشي. إذا شكراً ريان وداد ومية. أنتوا ما بقى رح تتحركوا بالشارع
ناطرين مثل ما قال استاذ نعمت الانتخابات النيابية لحتى تصوتوا وتوصلوا اللي بدكم توصلوه من خلالها؟ أنا بس بدي أقول شغلة أول شيء لقليل الأسئلة اللي كنت عم تسألون. أنا برأيي كل مواطن قبل ما بده يصوت لازم يسألون يعرف الشخص اللي رايح يصوت له شو أجوبته على هالأسئلة. هيدا بترجع لأنه نحن بلبنان نعرف كذا طائفة كذا انتماء سياسة أكيد. مستحيل تقدر تجمع الجميع، بس اللي بعرفه أنه لازم كل لبناني يكون عنده لبنان أولا بالفعل. يعني اليوم ما فينا نضلنا أنه لبنان بده من لبنان من أرض لبنان نعمل تحالفات ونحل جميع نزاعات العالم العربي. طيب. على الأرض الأراضي اللبنانية. تحركاتكم بالنسبة للتحركات على الطريق، أنا شخصيا بعت أعتبر أنه هيدي المرحلة حالياً يعني خلصت، حالياً ما لازم يصير هيدا هو هلأ التصرفات والتحركات. ليش؟ حالياً برأيي لازم يعني يكون عندنا أشياء براتيك نطالب فيها. عم نترجمها على أعمال سياسية، نقدر نفكر على بخطط بمشاريع. في كتير عنا شباب يعني برأيك شلتوا بالشارع ونحن بنينا بالشارع ما حققتوا شيء من الشارع؟ لا أكيد ما فشلنا بالشارع، بالعكس الثورة بلشت هونيك، بس نحن ما فيك تضلك بالشارع كل الحياة يعني. نحن بالنهاية شعب لبناني بطريقة يعني فظيعة ضد العالم. ما فيك تضلك بالشارع، استعمل أساس الحي، استعمل خوفكم طبعا اكيد خوفنا. نحن مش نحن بشر بالنهايه، مش كل العالم مع الشارع نقول نحن مع الحريق اليوم ومع القتل مش مزبوط. يمكن اليوم روح على المستشفى، يمكن كنا ننزل بهيدي الطريقه. فاليوم هذا يعني القمع اللي كان عم يستعمل من يعني الشرطه، المجلس النيابي، شرطه مجلس النيابه او مكافحه الشغب كانوا عم يتعاملوا يعني معنا بطريقة. قدروا نجحوا برأيك أنه يوقفوا تحركات؟ هيدا سبب كتير مهم ما حدا بيحكي عنه، ما بعرف ليه. أنا ما شفت قمع غير وقت صار في شغب، ما شفت في قمع. كنت أنت ليه بالطريق لتشوف؟ أنا نزلت كذا مرة على الطريق وشفت بالعكس. لا كيف نزلت؟ ما أنت بتمثل حزب، أنا بتمثل حزب ونزلت وقعدت مع العالم. كيف نزلت مع هيدي المظاهرة؟ نزلت على جونيا ونزلت على بيروت نزلت على مجلس النيابة وقتها كنا نزلت لشوف أول شيء إذا هالثورة صادقة ولا لا. بس أنت عم بتقول شيء، بس أنت بتقول شيء مش صادق. عشو استندت؟ عشو استندت؟ اسمع شو عم بيقولوا يعني. مع مين؟ مع مين؟ مع اشرف؟ ممكن تغير رايك يعني. كان اسمع كذا صرخه وكان في فوضى، كان ممكن تغير رايك. اكيد ما فيك تقول انه ما انضم لصفوف. لا لا بالعكس، انا بكل لحظه كنت مقتنع بالتيار، ما كنت معتبر ابدا انه التيار مغلط، بس نزلت لشوف هالناس شو عم بتقول. مع انه اكيد نحن بمحلات يمكن اخطانا بالسياسه بشغلات، بس ما انت من هول الناس. ولا مره شفت انه نحن يعني نحن ولا مره بالنسبه لي فتنا بلعبه الفساد. طب ولا مين اخطانا كثير اخطاء جوهريه؟ نحن اخطانا يعني بالتكتيك، نحن وصلنا لهون من ورا مين؟ من ورا مين؟ من ورا ملفات فساد، من ورا خيارات الشعب اللبناني. يعني الطرقات والزبالة والكهرباء والمي الملوثة والحرايق، ما عندنا مي نطفي حرايق. كل ما بيصير شيء بدنا نشحد من الدول، يعني شو بيعطوا لنا مي، بيعطوا لنا مصاري. من ورا خيارات الشعب اللبناني. إذا لا أنت ولا هن ولا هوليك ولا هوليك، يعني مين أنا؟ أنا وأنت وبي وأمي وأمك، لأنه نحن من 2005 لليوم رح شيل مرحلة من 90 ل 2005، رح أقول كان في وصاية من 2005 لليوم، من لما بطل في وصاية الشعب اللبناني ما بيعرف يعمل خيارات. نحن مش المشكلة، ما نحن مش متحررين. بعدهم خياراتنا طائفية، خياراتنا بيجوا بشكل طائفي. أنا ما بعتبر أنه لبنان مستقل. لما تنزل غادة عون على ميشيل مكتف بنجي بنعتبر أنه غادة عون نازلة باسم التيار وما بيعود بدنا مصرياتنا. لما تنزل غادة عون على نجيب مئات بنعتبر غادة عون عم بتدق بالطائفة السنية وبيطلع المفتي دريا. لما تنزل غادة عون على رياض سلامة بيطلع ملف بيوقف وملف بجاوبه. جاوبه بدك تسألي مدعي العام غسان عوالي. بس سوري، مين مددته لرياض سلامة؟ حبس أحد شباب فرد الحسن وبطاقة السجاد، شو عملت فيهم غدا عام؟ حالته على التحقيق والمودوع صار عند التحقيق. تهجم عليه مثل ما هجم العالم. رح تهجم عليه مشان مكتف إلا شهرين ثلاثة التحقيق. مين سوى تمديد لحاكم مصرف لبنان؟ أنا عم بسألك أنت ليش ما نزلت معي على موضوع مشان مكتف؟ أنا بدي أنت أخذ الشيخ الغدا عام. حاسس هيدا عمل الدولة. خلي الدولة أنا هلا ثبت لي نظرة. مش أنا بنزل بفتح ثبت لي نظرتي انه نظرتنا للعداله على طول مربوطه بكيديه سياسيه معينه مش وكيديه طائفيه. مش مزبوط. انا بدي اياها ثانك يو. اذا مش هالمكتف غلطان يتوقف، اذا مش هالمكتف غلطان يتوقف. لا طلعت دفعت عنه. انا بدي اسمع عن مين شجع دفع عنه. ابدا ابدا. معلش مش العالم بتنزل تحت الدوله، بتنزل تحت الحكم. الا القاضيه مدعي عام اللي بحسب لها قرار. بدي اخذه مع ساعات النايبه بليز. شو رايك بهالنقاش؟ أول شيء نقاش. فيني بس أسأل سؤال؟ لا لإلي؟
لا خلص بدي بس بدي اعرف ليه بعده مآمن بالدوله او بالحزب اللي هو معه، يعني شو شايف فيهم؟ انا مآمن سريع على السريع يعني بكلمة. شو شفت انجازات وشو مآمن؟ انا رح اعطيك اكزامبل شوي، رح اعطيك اكزامبل بشخص شو الامل اللي عندك؟ بيو مات فقع لانه كان بده يعمل خطه كهرباء للبنان ويجي لبنان 24 وكيل من الحكومه ونعمت نحن مكملين، كنا نتمنى يكفي معنا الطريق لانه هو اكثر واحد بيعرف لازم عايش هو ببيت عارف شو يعني ما خلوه. نحن اليوم بلد بدي اقول لهم بس شغله اكزام ملف الكهرباء، نحن ملف الكهرباء الخطه اللي عملها الوزير بسير واللي تطورت ووصلت مع الوزيره بستاني كانت خطه بتكلف لبنان مليارين دولار بس كمل هالقصديانه انا بدي اخبركم نحن السنه صرنا 30 سنه بنحكي شعارات اللي بعده شعارات فارغه 30 سنه كل الاحزاب بلبنان عم بحكي معك اسمعني كل الاحزاب بلبنان صرنا 30 سنه عم نحكي بالشعارات فارغه محاربه فساد والعيش المشترك ثانيه ما قطشت ولا حدا، خليني بس كفي فكرتي. ملف الكهرباء سلكن 10 سنين على نفس الحكي على نفس الحكي و24 ساعة كهرباء وما بعرف شو السياسة اللي بيستلم منصب سياسي منصب عام بيستقيل مش لأنه سرق أو نهب أو ما اشتغل بيستقيل لأنه فشل مشروع سياسي بكل بساطة أو بيناضل نحن معنا قدرة وبدنا أو بيناضل وبيكفل نحن بدنا يا جنرال عون أهين شي علينا نقعد بالبيت أنتم بتتعبوا نحن معنا آلية بليز معنا شكرا لكم خلينا نوصف اول شيء بشكركم على هالحلقه بدي هني الشباب هيك الحماس اللي فيكم بس بدي اقول لكم المشكله كثير اصعب من ما مفكرينها وبذات الوقت كثير ابسط من ما عم ترسموها المشكله بلبنان بعد 30 سنه وكل الاحزاب السياسيه كل انتم في منكم اثنين احزاب سياسيه واثنين مش احزاب ويمكن بكره يصيروا في احزاب من الثوره وتنظيمات لانه هن بلشوا هيك مسائبين اثنين بلشوا هيك وبعدين صاروا تنظيم كثير مهم تعرفوا شو الغلطه يلي وصلتنا لهون كل فريق سياسي في لبنان اعتبر الانتخابات مثل حرب من بعد ما تخلص الانتخابات بفوت الى الدوله وكانها غنيمه حرب بفوت وبصير بواسطة التعيينات والتوظيفات السياسية يبدل الولاء عن الاحتراف وعن الالتزام بالدولة من 30 سنة بلش تدمير دولة فؤاد شهاب دولة المؤسسات اللي عمرها اخذت 30 سنة لانهارت كلها اليوم إذا بتشوفوا المشكلة الأساسية بلبنان أنه ما في مؤسسة الدولة اللبنانية هي أضرب مؤسسة على الأرض اللبنانية دكان يلي هون على المفرق من دار أحسن من الدولة اللبنانية وهيدي بس تكون مؤسسة ما بتندار منيح بتصير تخسر وبس تخسر تاكل من رأس مالها مين رأس مالها بلبنان؟ المودع اللبناني الشاب اللبناني الحلم اللبناني أكلتهم كلهم هالشركة اللي انضربت وانهارت أكلتهم كلهم وهذا بسموه لترون وار الثقب الأسود بلع بس هذا البلع عم تسألوا كيف انبلع هيك انبلع بس عمرنا منظومة هي بتقتل ولادها وصلت آخر شيء أنه انهارت وهلأ عم بلشنا بدي انهي الحلقة ما بلشتي قلقات انهارت المؤسسة الاقتصاد اللبناني أول شيء نهار المستشفيات والمدارس هودي الأساسية أنا لقلي كل الهوديكي نتيجة هو لأنه صلنا 500 سنة عم نعلم بلبنان كسرناها بسنتين نهار القضاء مثلا تخطي الصحية نهار السياسة الخارجية نهار السياسة الخارجية كلهم هو أمام عيوننا نهاره شو بدنا نعمل إذا مش رح نرجع وهذا المشروع اللي عم بحكي عنه أنا وهذا المشروع حتى نعزموا عليه كلكم إذا الله راد رايحين نحو بناء إعادة بناء أو قرار إعادة بناء على الدولة العميقة اللبنانية هل بنقدر نعملها ولا لا إذا ما قدرنا نعملها
خلاص ان شاء الله كلنا بدنا هذا الشيء. استاذ نعمت بدي اشكرك على مشاركتك لحلقتنا اليوم، وكنت صدرك راح تسمع الشباب والصبايا. أكيد. بتمنى تكون وصلت رسالتهم مش بس لك، للكل مشاهدينا. يعني يبدو انه الامل بعده ضعيف شوي لنلاقي الحل المنشود. سمعنا اراء مختلفه، انتم سمعتوا وبتبقوا انتم الحكم. بدي اشكر فريق الاعداد استاذ جون فغالي، جيمي متا، والمخرج جورج خليل. تصبحوا على خير. Thank you.